حياكم الله احبتي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج شتحب. ضيفنا اليوم فنان كلكم تحبوه، اخ وصديق وفنان ونجم شامل، كل العراقيين يحبوه وانا خصيصا احبه. راح نستمتع اليوم بالحوار وياه. يتفضل الفنان، راح تتعرفون عليه بعد قليل. تفضل. اهلا. الاسم الثلاثي واللقب عبد الرزاق احمد فليح الخزعلي. ايوه ها، يعني خزعلي حريشاوي مو؟ حريشاوي خزعلي. والنعم والنعم منك ومن ال زيرج ومن الخزاعلي ومن كل عشارنا العراقيين. نعم. اليوم 6/4/1978 العمر كله يا رب. حبيب تكاشان ما تخرب. حبيب مسقط راسك بغداد. من اين هو تابدت؟ لا تعليق، بسبب انه قلت ما احب الفن، واول مره اشوف واحد هو فنان ونجم والفن والله يقول لا تعليق. لعد وانت يعني ما مر بهاي الاشياء، لكن نشوف فنانين متالمين وما عندهم هاي تتالم عليهم. انا الحمد لله والشكر يعني ما مر بمرحله انه عوز وهيك، بس اي بس تنقهر، بس انقهر على جماعه المنيوبيين وشوفهم نجوم. اقول لك سالفه صدق. نجم نجم باب اول. نجم شباك، نجم شباك باب أول. يعني من اقول لك على اسمه تخترع. ايه خابرني باللي قال لي رزاق بشرفك معوز 150 على الايجار. اوف. وانت قيس. باللي رحت له كملت على ال 150 راح اعطي الايجار. هاي ال 150 مصاص ما جاها لحد السياسيين. مصيبه. كارثه. مصيبه شخصيه تاثرت بها الزعيم عادل امام. هاي. اهم منجز بمسيرتك سبايكي، ليش سبايكي؟ سبايكي قبل عندك اعمال هواي وقديم انت يعني مو اليوم البارحه. انا كنت يعني قررت انه لازم يعني بطلت انه اشتغل حلقات. ايه قعدت لمده 4 سنوات، قلت لو اشتغل بطوله لو ما اشتغل. اي يعني مال هاي الخمس حلقات وعشر حلقات ما اشتغل انا. اي شخصيه ثانويه ما تشتغل. اي لو اشتغل بطوله لو ما اشتغل خلاص. جميل. لما اجتني الفرصه اللي مسلسل سبايكي، بعدين هو فكرته استعراضي. يعني شلون الفوازير كذا، يعني فكره جديده على العراقيين، برقص بكذا بديسكو بي يعني بالاشياء كلها مجموعه. اول حلقتين شويه صار عليها لغط، ورا الحلقتين لا مش هي. اي بعدين الجزء الثاني لا حلو، وتأديته بطريقه يعني اعطيته حقه. هو يعني لحد الان ترى يعرض اي شخصيه صار لقبك رزاق سبايكي. سبايكي او شوف اي شخصيه تأديها بعفويه صح، ما يعني ما تبالغ ما تتكلف بيها اي تنجح. انت مع مقوله الممثل الذي لا يمثل؟ يعني الممثل الذي لا يمثل مثلا مو يعيش الدور وهذا الستوري. لا 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 ارزاق اي شيء يعني عفوي. انا مرات ما احضر سيت يعني بيتعصر هواي. يعصب. لا يا بوب 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 طولنا فنتك زين. انا ارد احكي في هذا الموضوع. ايه انا رحت فتره بلد عربي انه هم اختصاص بالفن. مصر. يعني مصر يا ولد شو اقول لك؟ ايه فتعلمت منهم سالفه. زين قاعد يم جماعه قاعد يم مخرجين كذا وهاي انه الحوار مين يطلع من يريد يصير غضب. ايه مو يصيح. ايه اسمع لك احنا جماعتنا اسمع لك والله شوف انت انا اذا لازم اكلس عليك بالشارع. ايه شوف ذولاك المصريين اسمع. ايه اذا لازمك بالشارع عمر عندك. ايه حلو بين لك بين لك هجمه. ايه بس بوجهه صح قرار 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 من جوه وطا قرار. هي شوف احمد زاهر. ايه زين بمسلسل برنس البرنس. اي
يعني قام يتناطحون هو ومحمد رمضان. باقي قال لهم اخذوا زاويه كلكم، سالفه قبل اخذ زاويه، قال الممثل اخذوا زاويه، هي السوالف. الرسلان ملك المصطلحات. دول وجهك. يوم بحياتك لانت سوفات اخي الله يرحمه. احنا ما نحب نتاجر بهم الضيف واحزانه. فالله يرحم اخوك. وان شاء الله يا رب كل احنا اخوتك. الحمد لله. وعندك علاء وياسر. الحمد لله. الحمد لله. وانت والدك ايضا كنت تمشي زياره موسى بن جعفر وتبشي، راح نتحدث في هالمواضيع ان شاء الله. وحوارنا ان شاء الله راح يكون شيق. وياك كنت كل زياره وفاه موسى بن جعفر عليه السلام. انا اهدي الزياره لوالدي. اتذكر التجويه. اي صحيح صحيح. يعني كل زياره اجيبك تمشي وتبشي. تمشي وتبشي. امشي وابكي لان هو والدك يحب موسى بن جعفر. اي ادعي له. اي والدعاء مالتي احس فيه انه يوصل له. فأظل أبكي. هو الابن الكبير أو الوسط هو الولد الصالح. صدقة جارية تبقى. الحمد لله والدي يعني من توفى راضي عليه. هاي أهم شيء. العد شلون التوفيق؟ سر التوفيق شنو؟ إذا أقول لك شغلة. إيه؟ والله العظيم هاي قدام الجمهور يخلي يسمعوها. أنا عرفته يعني إنه راح يتوفى لأن يعني خلص يعني الدم مات خلاص لأن يعني هو. الله يرحمه. اسم الله. ما احب اقول على المرض شنو تدري ايش سوى؟ انا كان مشيده هيك جرها باسة. يعني من باسة انا تخبرت قلت له بابا ليش يعني؟ قال لي كل شيء ابن عزيز. اي قال لي كل شيء مارد من عندك اهلك. من قال لي اهلي. انت ان شاء الله ما قصرت بك البركه. الحمد لله. الحمد لله واشكر الله خليك ان شاء الله لاخوتك. اكيد مستمرين وياكم ووصلنا الى فقره شو تحب لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل ونرحب اجمل ترحيب مجددا بنجمنا واخونا وصديقنا رزاق احمد. رزاق هسه عندنا فقره الاظرف، عندنا ثلاث اظرف. لو ظروف شلون ظروفك؟ يا اخي رسلان ما اثق بيك. ليش؟ ما ادري. ليش رزاق شو تحب؟ هسه فقره شو تحب؟ شو تحب يا ظرف؟ الالوان شنو؟ هذا الالوان اخضر، انت اختار. احب النيلي. النيلي حلو. النيلي يا قميص ابيض وتقلص وياها الصوره تطلع تموت. هسه راح اسالك اسئله، هاي اللي انت اختاريت من خلال الظرف. زين قبل لا تسال، اقدر اسالك؟ اي حاضر. ها؟ حاضر. رسلان ليش ما تتجه للتمثيل؟ أنا كلش أحب التمثيل، أصلاً أنا بديت ممثل سينما وأخذ جائزة فيلم بطولة أنا وغانم حميد. تدري أنت غير صديق. إي يعني صح. غير صديق أدري كل شيء. صح. أحب التمثيل. وأدري مثلت بمسلسل وأدري صح. مو بس واحدة باثنين ثلاثة. صح. بس ليش ما يعني بقيت؟ راح أقوم أسوي مشهد هسه. لا شكلك يساعدك. شهادة هاي من أخ ونجم. أنا ما شهادة هاي ما جاملك. في دول عمرك. ومن زمان قال لك إياها شكلك. والله صحيح. يساعدك. دول ما عندك لبش بالاحرف. زين هي هاي اهم شيء. ثاني شيء الاناقه مالتك في دول عينك. هذا اللي يصلح ممثل. انا احب التمثيل بالمناسبه بشكل كبير بس ما اروح انا ادق الباب اذا قالوا لي امثل. ومن لا ليش حتى قالوا لي هدي انا هم هديها مو بس امثل. مو بس هاي رسلان والله العظيم يعني لازم نجيب ممثل بندري مين هاي زياد فتاتاتات. هذا شاب حلو مرتب اعطيه بطوله. حاضر. زين واذا المخرج فوقه ويعلمه لا يقلب الدنيا. صح. بس ايش تسوي توسل بيهم رزاق؟ انا قلبي احب هالموضوع بس انا مثلا ما اسعى له لانه اشوف هي صايره وقفه. ان شاء الله تجيك فرصه ان شاء الله تذكرني. يا رب يا رب العظيم. ان شاء الله. هسه راح اسالك بعد ان كون رزاق عائله انشغل بمسؤولياتها شو تحب حياته العزوبيه ام الان مع حياتك الاسريه؟ وهل الحياه الأسرية أثرت على عملك الفني؟ خصوصا الدومي شاشك. شوف هي مشكلة. الحياة العزوبية تحس بحياتك فراغ كبير. زين. أما الحياة الزوجية تحس إنه عندك عائلة. تحس إنه في الشيء تريد ترجع على مودة للبيت. زين أكو ناس تنتظرك.
اكو ناس تريد تاكل وياك تتعشى وياك. اي صح. اما العزوبيه لا، يعني ماكو واحد ينتظرك، ماكو واحد كذا على قولتك سياح. اي والله. اي ف ما اكو، ما هي اكو جانب سلبي وجانب ايجابي، ما يعني ما اقدر اخلط بهن لان اخاف اسوي مشاكل. هم تحن للعزوبيه من يخابروك ها وين انت تعال؟ طبعا. ها؟ طبعا الحين. اي والله. اي صحيح، بس هي سبحان الله يعني الزواج مشروع رباني. دائما نشوف اغلب اللي يتزوجون يعني هاي ما ارد الزم لك 100%، بس يشوفه يتوفق حتى كماديا. اوكي ماديا كل شيء. أيوه حتى نجوميه وغيرها. اي بس مرات الملحه. اي الملحه الزايده والغيره الزايده تسبب لك مشاكل بالبيت. رزق خلينا نحكي صراحه. انت نجم ووسيم ومرتب وحلو ونجم، العراق كله يعرفك، حتى اعمال عربيه قدمت. مع احترامنا لكل مهن ومهن الشريف، اللي يبيع غاز مرتد غار عليه مو رزاق احمد، خلينا نحكي صراحه. اي والعباس لا والله رسلان، يعني شوف الغيره، يعني الغيره بكته حلوه. ايه بس لا اذا نق وهاي هاي البرينه اخضرعت كم اشتغلت البرينه. ايه هاي مشكله النق. ما تفض بفلوس بمحبس بهاي مش امر شاي ورقتين وهاي الاشياء. صارت قديمه. والله قبل كانت هي هسه لا، اقدم من ابو تشيز. صدق عود؟ والله العظيم انا اذا اجيب لهم وجبه فري تشيكن احتفال يسوون الجو يحرق. مو انت معلمهم؟ مو انت مسيطر؟ والله ما سيطرت. انا ستيرن يمنى. يعني ما سيطر؟ لا اخبار جيل على الاحترام. انا اسالك صراحه، انا بخت والحسين تحكي باختك. اي والله حلو، لان مو مشكله هي. والله تحكي تحكي تريد تحكي مشكله يعني دولة بالتعليقات. ايه اخ على رزاق كل ساعه يطلع له ويا حلوه. ايه هو ما يدرون اني افرغ من الدبه. والله العظيم اصور اروح الليغات. ايه زين مالك مالك اي ما له علاقه. يجي التصوير اصور اخلص اروح ارجع. ايه هم ايش عبوا لهم وهذا وين عايش حياته. انا اي ضيفه تجيني اصدقائي او بالشارع ايش القصه تحب وياها؟ اقول ما مشين السالفه ترى يا ضيفه ما عقدت عليها بالجو. والله العظيم شنو المصيبه. استاذ رزاق دخلت اخوك ياسر بالمجال الفني. أي. ونجح على عكس علاء تحول الانتاج. اي شو تحب يكون جميع اخوانك على خطاك؟ لا انا ياسر هسه قاعد ابعده. ليش؟ حلو كاركتر يخبل هو. انا اسميه طارق العلي. ايه الكويتي تحياتنا له. يعني هو اذا التزموه صح، مو اني التزمه مخرج صح، راح يطلع منه نجم كوميدي جديد بالعراق. حلو حلو زين وستايل جديد. اي هو حتى يعني التكنيك مالته والرياكشن حلو. قاعد اقول لك ستايل جديد يطلع ب عندنا مسرح مصر، اكو مسرح مصر ايش قد طلع نجوم. صح انا اتخيله من نجوم مسرح مصر مثل دول على ربيع وهاي. أي النجوم. اي انا عرفت ايش تقصد. اي فعلا. انت قليل الزيارات الى كربلاء لكن كثير الزياره الى الامام موسى بن جعفر عليه السلام، شو تحب من اجواء الزياره في الكاظميه المقدسه؟ اول شيء انا اخاف اقول كلمه والناس يعني تاخذ على يعني علي غير فكره. لا لا رايك مقدر ومحترم، كل من الى اهواءه واشياء. انا احس موسى بن جعفر. ايه تسا صديقه. صديقي عرفت. اي صح صح يعني اسد بغداد. حتى دعائي يختلف. يعني انا من ادعي مو دعاء يا موسى بن جعفر كذا 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 كذا. إيه؟ لا اول شيء اسلم عليه سلام. إيه؟ والله العظيم حلو هاي الفطره والعفويه. إيه؟ حلوه حلوه. يعني احكي يعني كصديق انا اسف اخاف تاخرت عليك. الله من ابوس الشباك عبالك احس انه صدق بايس. لازم يشوفك عباك ولازمك. والله العظيم اشهد انكم ترون مقام وتسمعون كلام، يعني هم يشاهدون اهل البيت عليهم السلام، باب من ابواب الله. طبعا اي فاحس براحه يعني مو طبيعيه. بعدين من اروح لموسى بن جعفر اروح ازور الوالدي لان كان كلش متعلق بالامام موسى. متعلق بموسى بن جعفر. البعض يقول البعض انه رزاق يحب الفنان تامر حسني وكاركتره قريب التامر حسني. شو تحب من هذا الفنان؟ تحب اسلوبه المرح ام مهارته الفنيه؟
اول شيء تامر حسني صنع نفسه بيده. صح. نوب هو كلهن لاعب طوبه زين، ممثل زين، كلهن زين. انا كل شيء احبه تامر حسني. عرفت؟ ايه. ف يعني يا ريت اوصل يعني لهذا الاسم. صح. يا ريت يعني. هو صوته، انت صوتك هم حلو، وهو صوته حلو. وانت هو ممثل، انت ممثل، تلعب طوبه ولا ما تلعب؟ هم يعني انت يعني هو واكو شبه يعني شبه اكو بالكاركتر يعني يعني مرات اشوف لك صورتي شنو هاي؟ أي. يعني انا مسوي لايك لصفحته الا اركز يا الله عبالي تامر. ذاك اليوم دزولي صوره. ايه. فيلم مالته الاخير. ايه. فتناقرت انا واصدقائي. ايه. قلت لهم يابا انا لا مسوي تكساس. ايه. ها؟ ايه. ولحيته طبيعيه. ومزارع. صح. المزارع صح، الباكر اصليه. فهو يعني زرع. ايه. وسوى حتى رصعه. اي. ايه. فقلت لهم من يقلد الثاني؟ انا اللي هو. يعني تامر يقلدك. والله بعد كيفكم. تحسبوها حسبوها. صحيح ترى صحيح. والله هو اقرع يعني كذا. ايه. وكان هيك حمشي وما ادري شنو. اي صح. زين يعني ما ارد يعني. ايه. وصل مرحلة أسحلة بالقاع. يعني استمر عسلي قلدك. لا لا لكن هو عمي فنان فنان وأتمنى أوصل له. حلو. أنا أستمتع يعني أكون نجوم كوميديان ما يضحكون بقى تامر حسني. راح أقول لك شغلة. إيه. مو عيب إذا تعلقت بفنان. إيه. وأخذت منه الأشياء الصحيحة. حلو. راح تصنع. على غفله تلقى نفسك غير ستايل. صح. عسى ما تاثر بطفل تتعلم منه، ترى التعلم يعني شيء حلو. اللي يظل يعتد بنفسه وان واني يخلص هذا راسه ينعزل خليه ياخذ راحته. هو اقول لك يعني اذا فانت حلو يعني ذات المشاهده التغذيه البصريه جدا مهمه، واحد يشاهد ويباوع وهاي ويبقى هو هذا مالاته. هسه ذاك اليوم بهذا الفيلم الاخير. ايه. مسوي نفس هاي التسريحه. ايه. قلت لهم ها عمي ها سأل عمي يقلدني والله عمي انا هاي من صار لي 15 سنه مشط هيك. صحيح. هاي التسريحه الهنديه مال ميتاب. اي هسه هو شو مسوي؟ مسوي لكن عندنا شاشه تطلع هو. هسه هو يشوف اللقاء يقول عيده 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 عيده. صحيح. تحياتنا للنجم تامر حسني اذا يشاهدنا اليوم. عادل امام وتامر اليوم هواي تحكينا بمصر. تحب مصر؟ احبها. انا هم كلش احبها. بس ما تعطي فرصه. ليش؟ ما تعطي فرصه ابدا لاي نجم. سبب. سامع المثل اللي احنا راح اجيب لك اياه ببساطه. اذا المره الجايه اديك جاوب احنا نخاف عليك. لا عادي والله جاوب. لا لا وين بتجو انه بروح تصير بربدك؟ تصير كارثه. اي والله. مصر ما ينطون مجال للفنان العربي انه يشت يعني لكن اكو ممثلين باسل الخياط الممثل السوري جمال سليمان. ايه؟ اخترقوهم. شلون اخترقوهم؟ منذ رياحنا اخترقوا السينما المصريه. كم يعني عمل أبطال؟ عمليا ابطالي مثل مسلسل مندور ابو الذهب. حداق الشيطان. بس ايش قد مسلسل او فيلم ايش قد مرحله تعبوا ويلا وصلوا لهنا. صح. اي صح. خاصة العراقي لا يصدق انه يروح لمصر يصير نجم مصري. صح. ما يقدر. او نجم عربي. ما يقدر مو؟ ما يقدر. حلو. لان لغتهم تختلف عن لغتنا. انت تحب ان يكون لكل عمل اجر، شو تحب تقول لما يكلفك صديق بعمل ويريده مجانا او اجر قليل من باب الميانه؟ يعني مثلا رسلان فتح محل موبايلات وجه رزاق، رزاق تجيني هيك انا وياك. تغدى وهاي صور لنا سيلفي وهيك اعلان بسيط مشهد و لا انا ما انا معروف جابك راسا. اي اقول لك بالميانه يعني. اي اقول لك لا تعطيني اجر هذا لو اجيك ببلاش. اختار واحد من عندهم. يعني لو تعطيني هالقد لو اجيك ببلاش. حلو. اي حتى ما عاشت ايدك يعني مخلي لك اجر باعتبار انت مسؤولياتك وتفاصيل. وحلو ترى النجم من يخلي نفسه فد يعني فد كاريزما او حضور. انا اريد هيك اريد هيك. من حقك تتعبت على اسمك يعني مو من فراغ. انا حتى سويت شركه. ايه شركه ادم اللي هي بسبب. ايه؟ ابنك الله يحفظه. سويت شركه. تدري ليش؟ لازم كل فنان عنده شركه.
مو الفنان يخابرون عليه ويروح لهم، يروح للناس اللي عندهم اعلان او كذا وعندهم شغل. اي هاي بس رحت طارت الشخصيه. قعدت تغديت الشاقيت وضحكت وياهم، راحت شخصيه برجلي. اي صح. فايش تطلب سعر ما راح يعطيك اياه. صح. صارت ميانه بعد. صارت ميانه. والله صح. لازم اكون اذا الك كيان بوحدك ويطب ويشوف شركتك ويشوف طبعًا. شوف ارقامك ويشوف الـ 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 المنتوج مالك شو. لا وانت بالمناسبه عندك فتشي دخلت حداثه بالموضوع، مثلا اعلان على موضوع تسوي درامي وتفاصيل. ايه؟ بالقفله يطلع هذا الموضوع. قفله يطلع. ايه؟ حلو الاعلان وبي كوميديا ويوصل للناس. ما احب مثلا هذا العصير اشربه طيب. ايه؟ يسهل الامر ويطول العمر مو؟ ايه هذا ما تفيدني. ايه؟ اسوي له فكره احبكها شويه بها كوميديا. ايه؟ اخير شيء يطلع الاعلان. حلو هذا الشيء. اي عشت ايام فقر وتعيش الان ايام غنى بفضل الله، وان شاء الله الله يديمها عليك وعلى اهلك بحق محمد وال محمد والله يرزقك، لكن الغنى اخذ منك الكثير، شو تحب ايام الفقر ام ايام الغنى؟ احب هاي الايام ترجع قبل. اه يعني تحب والدك موجود و كنت اتمنى يلحق اخويا ووالدي. اه الله يرحمهم. يعني كان دللتهم جبت لهم. اي يعني يا اخي مشكله رب العالمين ياخذ شيء ويعطيك شيء. صح. يعني انا لو بهاي الفتره انه املك هذا الماده بوقتها لا اخلي اخوي يحتاج عبره. لا اخلي والدي ما ودي مستشفى بها خير برا. بس ما لحقت. يعني حققت هاي الاشياء بعد فوات الاوان؟ اي طبعا. بس هسه انت جاي تعوضها بادم. انا فقري او انا طفل يعني شكو فقر انا طفل قاعد اعوض يعني اعوضه بادم. يعني شو اجيب اشتري له؟ ما اخلي شيء يعني بنفسه. احنا كنا شايفين الموزه؟ لا. شايفين البيبسي؟ نلقاها ذن الصغار بالسوق ومجه الموزه مجه. مشكله. اي قطيه البيبسي تقول زبيبه امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه. وعلى هاي الاربعين واحد كلوها مثلا يجيبوها جيرانكم عندهم جمسي يجيبوها من عمان تفتر على البيت كلها. خذ لك مجعه خذ في المرساله احنا. والله مصيبه. هسه هم يعرفون بس اثنين من الفنانين. ايه عراقيين يعني جماعتنا راحوا للاردن. اوكي فاثنيناتهم جمعوا قالوا خلينا ناخذ هاي القوطيه بيبسي. فاكو قواطي زرق فقالوا لا يمكن هاي نازله جديده وحده رصاصيه. ايه ها اخذوا الرصاصيه ليش ما يفتحوها تلعب النفس طلعت دايت. دايتي دايت. زين هم اثنيناتهم قوطيه. ايه ما اقدر اقول لسامي والله بيهم. هم عرفوا راسهم من امه. طبعا عرفوا. شو تحب العمل على خشبه المسرح ويا الشباب لو ويا النجوم الاسماء؟ لا ويا الشباب. اها. السبب؟ السبب النجوم بوقتي. النجوم ما ينطون مجال للشباب. اوف الكل؟ طبعا. مشكلة هاي طبعا يخافون من الشاب؟ ما اعرف ما اعرف مثلا هي ريمو راح تقبط هي ما الكل. يعني الفكرة شنو من ان انت ما تقدر يعني ليش ما تساعده؟ انا انت راني يعني ضقت هالموضوع. القمة تسع الجميع رزاق. اي مال بواحد هي. انا طبيت بمسرحية 16 بطل عراقي 16 بطل يعني من السعدية زيدي الخليل ابراهيم اللي يعني شكو نجم عراقي باخراج محسن فول. علي عرفت؟ قول هذا شلون طلع من 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 ذولا اصلا وغيرك واحد يخاف العمالقه يخاف زين. فهسه صار عندي اني قمت من يجون شباب اعطيهم مجال اقول لهم اخذوا اقول لهم ما اريد مثل اللي صار بي يصير بيكم. هو هاي احلى شيء. اكو ممثل نجم كبير بالعمر فترة من فترات شدوا وياك. ايه. ايه. و يعني صادفت انه ابنه ممثل
ويمثل وياك وهيك، بس ما رديت له اللي سواه ابو وياك. لا ساعدته. ساعدته اي. ايه ما نقدر حتى نقول. باوعت عليه. ايه. انت كان ببالك انه تشد وياه وتشد. انا اول. وانت نجم انت بالطوب وانت البطل. اي انا باوعت عليه قلت هذا راح افلشه. ايه. راح. ايه. سولفت لي انت بس للجمهور تسولف. ايه. راح اخذ ثاري من عده. لان ابوه سوى بي هيك وهيك وهيك. ورا نص ساعة اختلفت عد الميزانية انا بقلب الفطير. ايه. ايه. هو اجاني. قال لي رزاق بهذا المشهد شو نسوي؟ قهرت علي. قلت له تعال خلينا نسوي هيك وهيك وهيك كذا وهاي خطيه باسني. خطيه. من باسني؟ قلت له روح. هو يضرب ابوه كان. بعدين قلت له. ها. بس هو يضرب ابوه يعني يحارب. ها. وين هسه ابوه خطيه؟ خلي ياخذ راحته بنادي الدباء. تحياتنا الوالد. يا سقطت انت تحياتنا الوالد. تحياتنا الوالد كسرها باثنين. دمدم بشرط. البعض يقول لا انت ولا سولاف قدمتوا شيء مهم بعد ان افترقتوا بالعمل بعد ان شكلتوا ثنائي ناجح. شو تحب ترد على هذا الموضوع؟ هو اول شيء تحياتنا طبعا الفنانه جميله سولاف. تحياتنا سولاف. هو اول شيء احنا اصلا كل شيء ما قدمنا. لا لا اعمالكم حلوه قدمتوها. لا انا كل شيء ما قدمنا. اعطيني بشيء قدمنا. برنامج استراحه ال على عيني وعلى راسي. شنو؟ ايش قدمنا؟ يعني انا اشوف لكم مشهد انت وسولاف هاي من هاي يسوي هيك شيء هذا اللي يجي مال كابتن. مال كابتن تدري ايش يصير بي؟ انا مال البصل وهاي الاشياء والفاصوليا اموت. شفت هذاك المشاهدات وصلت 8 ملايين، يعني انا شايفه تدري ايش قد؟ شايفه يمكن 5 مرات كل ما اشوف اضحك، عندك مشهد تطلع تغني وهم لجنه اخوك وولد وياكم ممثل وجه التحيه. انت جودي فصليني اي هو باللجنه يكلم مال من تكلم مش عم تزبط تموت هاي. يعني هسه هاي يمكن شايفها 10 مرات كل ما اشوف اضحك. هو انت قدمت اشياء حلوه. واذا اقول لك شغله ايه هاي بروفه انعرضت مشهد اي با انه طويله. رزاق المشهد مشهد طويل بس ما ينمل. مشهد طويل بس ما ينمل. يعني ذاك اليوم شفتها واصله 6 ملايين ما 7 ملايين ترى رقم ارقام. يعني البي بي سي وهاي القنوات تحتفل بمليون ومليونين. هاي واصله 8 ملايين ما ادري ايش قد. لا شلون تقول ما قدمنا شيء؟ عندنا ارقام 45 مليون عندنا 80 مليون. ايه مو ما قدمنا شيء. ما يعني القناه ما قدمت لنا شيء اللي نريده. كنا انا سولاف نتوسل بيهم. انت برايك يشوف نفسكم ثنائي مثل تامر حسني ومن عز الدين، انت وسولاف نفس الشيء؟ سولاف تشتغل غير على الرمشه مال عين، يعني عتها عفويه حلوه هي. ممثله كلش خطره. ايه. يعني بس اسوي ليش تعرف انه اني راح اسوي شيء. اوكي؟ طلبنا من القناه يابا سووا لنا كذا، جيبوا لنا كاميرات بها خير. قاعد تجيكم يعني رعايات. استراحت العراقيه شويه العالم قام الثانيه الظهريه صحيح يتغدون العالم ويباعون عليها يتونسون صح. يعني لا ازياء الازياء من عندنا. لا راتب بخير. حاره الدنيا تقتل وبكانات لوكيشنات احنا راح ندبرها. اوه اي والله العظيم. يعني فد اشياء تعبنا منها. عندك شركه ليش ما اشتغلتوا هسه؟ احنا هسه محضرين غير موضوع. هم انت وسولاف؟ انا وسولاف محضرين غير موضوع يعني ان شاء الله. حلو. يعني ان شاء الله مسرح. اها. هذا خبر حصر انه؟ طبعا اول مره ما ادري شلون انبرطتها. ها. لا ان شاء الله احنا ما حد راح يشوفنا بس المشاهدين لا زين زين. ان شاء الله يا رب التوفيق لك وسولاف. وانتم نجوم وحقيقه تفرحون. انا استمتع من بالفيسبوك تطلع لها المقاطع تونس بيها. فرسلان ليش قلت لك؟ قلت لك انسى انت صديقي وهاي الاوبشنات. يعني كجمهور اموت من الضحك. ها ما بتزبط معي اضحك على ضحكتهم هم من يضحكون. هم يضحكون وانت يعني فد شيء حلو. هو شوف ليش قلت لك احنا ما قدمنا شيء؟ لان هم ما قدموا لنا شيء. لو مقدمين لنا شيء والله العظيم لهذا البرنامج يبقى بعد زين. ورا سولاف اشتغلت ويا الفنانه نوجه تحيه شيماء رعد. هم تفتهمك مثل سولاف؟ كانت كانت شوف ها خليني اقول لك على هالشغله. اول وحده بالبرنامج هو شوف شوف هو رزق رزق واحد. ايه اول وحده بالبرنامج اشتغلت زهور. تحياتنا لها. زين زهور قالت اريد ملابس كذا وهاي بطلت. جبنا شيماء رعد.
صورت شيء ما وكذا هاي قالت ها اريد ملابس اريد السعر هلقيت بطلت حلو. انا جاي امشي بالجراج قلت لها سولاف باكر تصوير عدت بسرعه العراقيه تجين قالت شنو؟ باكر انا يمك حلو اي سبحان الله ما خلت عقده وهاي يلا لا 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 لا, لا. سوق ثاني يوم هي يمي وجايه منمره يعني قبل يلا فوت حلو. فقرة شي تحب خلصت هسه فقرة شنو رأيك لكن بعد الفاصل. اكيد رجعنا لكم بعد الفاصل وهسه وصلنا لفقرة شنو رأيك. استاذ رزاق راح نعرض لك صور. رسلان اقول لك سالفة إيه؟ داعتي اذا إيه؟ تحبني لا تقول استاذ. مو انت اخويا وانا احبك وانا شكو ضيف يجي تقديرا واحتراما نقول له استاذ. انا ما احبها. هذا هو؟ تحس نفسك مدرس مال فيزياء مو؟ لا ما احبها يعني مو استاذ انا اخوك وصديقك. انت حبيبي واخوي افتخر بك انا الله يشهد. ويعني انا حالي حال اي يعني اي عامل هنا أنا. في دول عينك هذا من تواضعك انت نجم والله يحفظك يا رب ابو ادم. العلم العراقي شو تقول علم العراق كلمة؟ أحبك. مو بس أحبك. أنا موتن عليك. ها؟ ظلمو. الله من الظلمة؟ نظلم الناس. تمام. تمام. يحيى جابري. معلمي. الله يرحمه. أها. الله يرحمه. لولا استاذي حجابري كان احنا واقفين بالركونه لو خريجين سجون اوف لو تعرف نطلع بالشارع وكذا ربانا التربيه صحيحه زين هسه يقولون المعلم ليش يضرب ليش كذا لا المعلم خليه يضرب يضرب يعني هو يعني مو عنده عداوه الطفل او ما عنده عداوه التلميذ تدري استاذ يحيى من باب التاديب يضربه تدري في اليوم استاذ يحيى انا جاي متاخر خمس دقائق زين صلخني براجدي هذا والله العظيم بعد ما عدتها قمت اجي يعلمك احترام الوقت قمت اجي قبل الموعد بنص ساعه يعني الف رحمه على روحه الله يرحمه الامام السيستاني الأمان الله 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 فعلا الله يطول عمره الأمان يعني أنا من هسه شوفتني صورة أمنت على روحي الله والله العظيم يعني ما إحساس عندي من أكو سكينة لا من شوفتني هالصورة ايه؟ حسيت إنه أكو أمان ولولا هو كان إحنا بالهاوية الله طاغي صدام حسين تخيل هاي الصورة مفبركة أو مونتاج أها يعني مو حقيقية أتخيل أنت شو تقول لصدام حسين بس احنا شفناها فيديو شلون يطلعوه هيجي نفس الموضوع إيه احنا موضوعنا مو الصورة فقط يعني بصورة عامة لا مو انا شوف شوف اكو عندي احساس المارنز الامريكي صح؟ اللي لكم شو؟ ايه مثلا شوف هاي الرجل على اليسرى هذا ايش لابس؟ تكرم شوز مو مال مارنز صح؟ هذا مال واحد خلفه مال سيراميك صح؟ صح شوف هذه القطعة السوداء اكو بيها غلط ايه احس بالصورة اكو غلط تريد نحكي لو احكي شخصية صدام اخ يعني اتمنى يعني اتمنى كان زين ويا الشعب القبر تخاف من الموت؟ لا والنعم والله العظيم والنعم ابدا
سألني سألني على القبر سألني عادي. يعني هم يعني شلون شنو شعورك من تروح تزور أصدقائك المتوفين أو والدك أو أخوك؟ يعني مثلا تباع على مقبره، كل عائله على مقبره، مثلا توقف تباع تقول انا يجوز هنا اندفن او هيك شيء. انا راح مني صديقي، صديق عمري قبل فتره. وراح مني علي فرداوي. اوف. راح مني سلام ايطالي. ويلي. عندي فيديو هسه بالتليفون. انا على هسه ما مصدق، احسه مسافر. كنت لا هسه يا ريت تعطوني تليفون. وقلت لعلي بس زغر لي بطنك، وتعرف علي كل شيء شاقه يعني. صح. علاوي حكايته الضحك. يموت هو، يموت من الضحك. يعني قال لي رزاق هو كسرت البايسيكل من ورا الرياضه. ايه. لان شفت له برنامج من الشركه مالتي واتفقت وياه. سولف لي، سولف لي. والله اتفقت وياه. كان يسولف لي والله، والله صحيح. قلت لعلي اذا ما خليك تكسر الدنيا بهذا البرنامج. قال جاي يتمرن، قال حتى رزاق يريد يتمرن هو بوقته، لان انا كنت بذاك الوقت ايضا اتمرن بيها يعني فوق يعني ما اعرف يعني عند يعني علي علاه خساره، اطيب قلب بالعالم، العالم كانت تقول عنه متكبر لكن هو انظف قلب بالعالم. من متكبر؟ من علي؟ العالم تقول بس هو العالم تقول؟ شو يتكبر علاه؟ هو قلبه ما طفل الله يرحمه. هو الموت اختار الزين الرحمة والخلود للشاعر علي فرداوي وآله سلام. الاحتلال شو تقول هاي هذا اللي جاي يفتش وانت صار بيك موقف قريب لهيك موقف؟ اي يا اخي اي واحد كان سبب دخول دولة والله لازم ينسحل بالشارع وهم موجودين. اللي دخلوا دولة دخلوا دولة اكو ناس دخلتهم والله المفروض ينسحلون بالشارع. انا يعني ليش ذيك الساعة من شوفت الصورة مال صدام حسين لان قمت اكل بروحي اقول هو سقطنا، هو دمر الشعب، هو الفلش الدنيا. زين اذا داري شعبك. اي صح داري. دخلتنا بحروب طلعتنا ادري احنا نطحن النوى ما التمر حتى نسوي خبز وناكله. شنو ناكل مدقوقه؟ شنو كنت ساعه يومي ابو تشيس نحطه على الحيط وندق هذا اللبن. شنو يوم فايت لك يوم على دوله؟ شنو احنا خوشيه؟ والله ما ادري. شعب مرتاح؟ اكبر حال مره تفتش؟ اوف اوف مؤلمه والله زين والله هذا مؤلمة. هذا النقص مشكله هاي. خاصة الصور بدي اسالك قبل ما نروح فاصل ونختم باخر فقره بالبرنامج. رزاق احنا ودماغ الشعبيه كل احنا اشتغلنا بصغرنا كل شيء، وهاي اصعب شغله اشتغلتها بصغرك. هي مو صعبه بس يعني مثلا مثلا بعت مي بارد، بعت موز، بعت علاليق، هاي الاوبشنات. لا ذني كلن بايعهن. بايع مي بارد؟ طبعا بالشورجي. ايه؟ اي الطاسه مال مي بيه. اسالني على البايحين راسا اقول لك المنطقه. قل مي بارد بايع؟ بالشورجه. بالشورجه، موز هذا عتق مال موز وتمشي. بغداد جديده. بغداد جديده. بعد قل لي علاليق. ها؟ علاليق. علاليق بالحريه. بالحريه، زين ليش بكل منطقه بالسوق مالهم؟ انا ارد لك بعد. عماله. عماله. حي العدل. حي العدل. بعد شو مشتغل؟ حمال. بالشورجي. اوف. بعد ايش بيشتغل شغلات؟ بس من طقيت. ايه. طقيت قمت ابيع شرك. ها. حقوق صرت. ايه. اجيب الاربع الصبح. ابو التمر لو بالحلقوم؟ حلقوم وتمر. حلو. شو اسوي؟ اجيب الاربع الصبح، الزم سره. ايه. اخذ لي صينيه. هاي الصينيه اروح تعرف طلاب كليه وكذا وهذا الدوام. فمن تخلص الصينيه عبالك مقول على البرازيل. والله العظيم اخلي المالات اللي هنا وقبل مسواق للبيت على مود يطبخون. ويلي العيشه بس حلوه هي هاي الايام. اي بس صار بس خلقت عندك ادوات ممثل يعني بايع مي بارد وابو هاي الاوبشنات كلها. اذا تعطيني ادوارن اي تلزم مني اختك ما كلن يشاربها. اي تلزم مني اختك الدور. اي صح زين صح.
والله ايش اي والله اليوم كنت ابيع كنينس ايه والله يلا كنت ابيع كنينس عشان اكو امن الاقتصادي ايه ثم عندهم دروب هوايه ساعه يجوك بكرونه ساعه يجوك بهاي الزازوكي القديمه زين وجا واحد شي ابو التاكسي قال لي بيش قال لي هذا شو اسمه الكنينس قلت له اسمه سندس ايه كان قال لي تقدر تصعد وين شو اسمه وين اصعد قال تاخذ الفلوس ايه والله صعدت يمه كان سوالي عطرني بعجل طلع هو بالامن الاقتصادي ما ادري وين عطرني بعجل ونومني جوا زين طلع عندك شعر وراها بهاي اللي صار والله العظيم قال لي انه بتقول لي سندس مو اي قلت له عمو والله من زين بس هو هذا الباكيت ابيعه واروح يعني تمشي ليك امشي صعد ايه هو هذا الكنينس اللي رقعت من وراه راشدي تعال ما بعت كنينس رحت للحريه تبيع الاليك حريه الاليك هسه عيد لك كان ضبط اوف اي ضبط كل نحافظنا اوف اوف اي بس ها انت تطورت صارت عندي عربانه مال الايس كريم هاي كل شيء مشتغل ام الملح هاي هيك هيك ايوه باب مدرسه مو هذا مو باب مدرسه ما تشتغل لا بالفلينه باب مدرسه قول لي شلون الجرس من عندك انا اخلي الفلينه شو اسوي الشلبه اسطي على الحائط ايه؟ اقعد هيك زين اخلي الفلينه بصفي وانت ضعيف اي اخلي الفلينه بصفي ايه؟ فمو يحلون يعني بالصف يعني بالاستراحه ها شباب هاكم جيب هاك جيب حلو كفو على الفلينه اي يا الله راح تخلص اي دق الجرس اروح املي الفلينه ترجع لها وارجع لها حلو زين ايه؟ انت بذاك الوقت كنت ضعيف كلش طبعا قبل عصيان قبل طقت موضوع قبلك ضعف هسه العالم تدور تنحيف احنا قبل العالم تدور سمن تذكر ايام العوز من طاقه تشوب اي والله اي والله اي والله غير قبل طاقه تشوب قبل ياخذون نواشف دكسن ها هم اخذ الدكسن رزاق ها هاي البرياكتين والدكسن لا حتى دسمن تسمع اي قالوا تعال انت ضعيف قلت له شكو قال دخل دكسن ايه زين تسمن وكذا وجهك كرش ايه اخذت دكسن قبل عندك كرش ابو فلوس اي اخذت دكسن ايه نوبه قمت كان الصفرة الحبايه مو اي قمت اخبط بالاكل جيب النوبه قلت تاكل اي طب تنسرد سرد النوبه صارت سمعت انقلبت ارد احكي حكايه بس قطعوها سوي طوط اي عادي احكي اوكي معدت صار كيس مال زباله جيب وعبي لك ما لك ما قلت له ما شنو هذا زين نفخنا شويه هيك ايه صارت خدود زين اشتريت حزام ابو التفاحه قبل كان طاقه ابو التفاحه يقول سوي عقم ام لبسته حلوه الذكريات مو لك والله العظيم اي والله ها انا ولا انسان هاي الايام ها راح اتذكرك بسالفه اللي يشوفني يقول حمورابي غير مولد 89 اي والله قرط قرط تعرف لعبه قرط هي طبعا قرط قاعد نلعب قرط وانا برنامج سميته واحد بال واحد بال بال بالدربونه مالتنا قال له تلعب وياي قرط قلت له ما العب هو محابس سعود وسام محابس ايه يعني شعره ملولو اي قلت له ما العب قال لا تلعبوا غصب ما عليك حلو هاي شو اللغو المهم خليت هاي طرب زطيت اي زطيت المهم انا قرطت ايه قاعد اخذني بجيبي كومشني ايه؟ عجني عجنه والدنيا ظهر ها وميت من الجوع وكتني ايه زين فلتت فلته للبيت قلت له وسام يمي قرباي والله شلعت هاي جميله ذكريات الطفوله مو كتني كتله قويه ايه تعرف الصون دوني خلوها بالمبرده اي صح قمت ابرد بروح شهر راديتر من ورا الكتله والله والله العظيم حلوه ذكريات الطفوله يا رزاق يا حلوه شاب انكتل يا حلوه ما يخالف لكن جميله بمواقفها باشيائها نتمنى تعود بس الفقر ما رد اي معود بشي معنا فقر اي والله صدق اكيد خلصت هاي الفقره مال شنو رايك وصلنا الى الفقره الاخيره انجح واربح لكن بعد هذا الفاصل
رجعنا لكم بعد الفاصل، وهسه وصلنا الى فقره انجح واربح. راح نسالك اسئله وعليها درجات، وبنهايه البرنامج اذا اخذت على درجه نرجع نستضيفك ونحتفي بيك، واحتمال نجمزك بايفون برو. لا نشاق هو انا تليفون بالاقساط. كل سؤال تجاوب عليه راح اعطيك حرف من يتكون عندك حروف من رمز عراقي. رسلان عد لي اياها. هسه راح اسالك سؤال تجاوبنا عد السؤال اعطيك حرف، تجاوبنا على السؤال الثاني اعطيك الحرف الثاني تكمله مال هذا الاسم. أوكي. بعدين تجمع عندك الاسماء، اذا عرفت تفوز. صعب هذا؟ لا يلا اوكي. نتوكل بالله. انت قتها. يلا. السؤال الاول، اين تقع مدينه السوسه؟ باعتبارك صديق راح اقول لك قريبه على مصر، افريقيه، دوله افريقيه قريبه على مصر. السودان؟ السودان. لا لا مو السودان، شمال افريقيا. شمال افريقيا؟ المغرب؟ بعد قريبه. جزائر؟ لا. ليبيا؟ لا بصف الجزائر قريبه، يسموها الخضراء. تونس؟ تونس صحيح. هذا اول حرف، حرف الاليف. اليف. خلي يمك قميصك الساعي يبوط. لا لا حلو. تقول صابغينه بسنه وسن حتى على روحي. ما هو اطول، السؤال الثاني، ما هو اطول انهار العالم؟ اطول انهار العالم؟ ايه نهر النيل. حلو، اخبار زينه هاي. هذا السؤال صحيح. اقرا واكتب. شو نلعب؟ هذا السؤال، هذا الحرف الثاني. السؤال الثالث، أي السور في القرآن تسمى بأم الكتاب؟ ما الله والدي من الفاتحة. الفاتحة. يعني قربت لك إياها. لا لا مو قربت إياها. بس شتتت بين. واو. شتتت بين آيتين. واو. ما هو أقوى أنواع الحجارة؟ الحجارة يعني أقوى أنواع الحجارة وأندرها. الأحجار الكريمة. الأحجار الكريمة بالقوة، قوة فعلها. أوه. مو قوة طابوقة. أعرف 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 يعني قوة فعلها. حتى يقصون بها جام. دقيقة. إيه علي أبو الحسن. إيه هو. إيه؟ كان علي ابو الحسن يلبسها. ايه لا مو الحجر الصيني. اه لا ذاك الحجر الصيني بس يمرون بالمعركه. جاي اقول لك علي ابو الحسن اللي يقصون بها الجام. شنو؟ هاي اللي يقصون بها يسموها. اسف ما اعرف. اوكي. تقدر تقول لي؟ ايه الالماس. مو قلت لك هاي الماسه شايفها؟ لا مو انا شوف. لا مو انت قلت لي حجر. ايه واحد حجر. لا بعد الماس شنو مثلا؟ تيهت علي من قلت لي؟ عم هذا الحرف هاك. جاوب الصحيح. شباب ترى جواب صحيح. لا مو جواب صحيح. قولي لي ليش هاك هاك. لا استاذ استاذ انا غلط. انا صوت مني والله. هسه اريد نتناقر حتى انا. علي ما اريد نتناقر. هذا الحرف هسه ايش مطيك؟ لا خسران انا. لا هاي مني لك. هسه ايش مطيك 50 ورقه؟ لا والله خسران هذا الشقه. هذا مني بس قلت لي قصون بيها مورد قرب الكيان. لا انا تيه. انا هسه هذا شنو لابسه؟ هذا الماس. هذا الماس ليش؟ ايه لان برج الحمل. ايه لازم يعني الماس يريحك. يريح نفس. انا هسه الاوبال هم قريب الالماس هم يريح النفس. يا شهر انا السادس الجوزاء. شوف كل شهر كل البرج. بس انت حجر. انت الحمل مو خوش. غالي الالماس. انا افضها بعقيق ب 50,000. لا سويت اعلان انا قبل اشتريته. ها حلو. سويت اعلان مال فلورنسا. هذا معلان. ايه اي سوي لهم حاضرين. سويت اعلان فلورنسا. هذا الحرف هاك الماس. هذا مال الالماس. نعم الماس. صدق تحكي ادلي لك دلال. كم عدد الوان القوس قزح؟ سبعة. حلو. طبعا يعني راح ياخذ درجة كاملة. وإذا تريد مال الماس خذها. ها؟ ما محتاجة. لا لا أنت بفلوس. السؤال السادس، ممن خلق كل شيء حي؟ من شنو؟ الماء. ايه الماء والخضراء بس وجهك نقص. لك انت شنو؟ لك انا احبك هذول وجهك والله يا رسلان.
يا حبيبي قدروا هذول يخربونه ما قدروا. لا طبعا غير اخوان انا ندفع مرات وهاي وتمشي يعني ما انا يعني اقول اخويا بدول وجه اخويا صغير يعني بدول عينك اخويا انت وحبيبي انا اتحملك تدري ليش؟ ايه لان طيب القلب تدري بي اي صح اي ابغى اضحك وانا يعني احتاجك تتذكر يعني من رحنا الاربيج قد بكينا اي صدق والله اي والله سوينا بالجمسيه والله يا لسه انا احتفظ بالصور اي لسه ما عندك الصور لان تبي تليفوناتي هو انا لسه عندي هذا بيتنا بيتهم هذا ابن عمك هو وش سوى النوبه الدنيا بارده ايش رش رش مي كان وين رش مي على الكاشي قام يطلع ثلج بلوري من الكاشي صدق كذب انت وين بيتنا والموقف من اخذت تليفونك وحكيت ويا قلت لهم زين ما شفتوا هذا بالقميص ابو القمصان النيل هذا الشاب القوي اللي وياه وانا احكي عودان راد يخطف العينتين بس وين خطفت العشاء؟ شنو راحت هاي الحلقه راحت بالجوب بعد صارت فضايح لا ما شيء لا السؤال السابع ما هو الاسم القديم لمدينه كربلاء؟ النجف فانيقيا كربلاء كرن وبلاء؟ لا هي كرن وبلاء لكن اسم اسم؟ احكي لك صراحه يعني كانت تسمى بأرض مو الاسم أرض أرض إيه أرض بس دقيقة الله يخليكم بس دقيقة شوية شتتت إيه قبل الرواديد يذكروها بقصائدهم الشعراء يسموها أرض بيكم على صوتكم ما يعرفوها وحق محمد اللي يقول بأم الحلقة قوم الكل ترجع البا قد تشككم لا ما يصير لازم برستيج اللي هوس انا اقول لك شنو ما هو الاسم القديم لمدينة كربلاء ارض ايه ارض 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 يعني هي اكو تقريبا بها نهر اشياء بالاسم ارض العلقمة قصدك؟ لا قبل قبل كربلاء قبل كربلاء للصير اي هي كانت تسمى ارض ال كرن وبلاء لا مو كرن وبلاء كانت يسموها ما تقول لي معود ها ارض الغاضرية اي ما يعني ما اعرفها اي اخذت 80% جمعنا الاسم شخصيه مفكر شاعر اديب رمز مهم شو تريد يعني اول 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 ما صار السقوط توفى هو جمع الاحرف ال واو لا انت قلت شخصيه رمز ديني عراقي شاعر واديب ومفكر اسلامي ومعتدل وكل الطوائف تجمع على حبه اوكي هذا مو حرف الالف اول شيء اوكي بس دقيقه الثاني لام وراء ال اي هاي ال وراها الواو بس دقيقة شنو؟ اي غرق تغشني؟ والله خوش عمي ما يرضى غششه الواو حبيبي وين؟ عساني صح ها؟ رب الصح ويلي إيه؟ ما عندي بعد حرف هذا اللي منك الحرف الاخير مو عندك بس بعد عندي نقص الواء لا هذا الالف اللام هذا اللام راح هناك راح بس
اسمحوا لي ترى لي خالين عصير وكذا. هسه اعدل لك ياهن وارتب لك ياهن، بس هنا الياء قبل ال هنا الياء اخر شيء اخر شيء، وهذا اللام هنا يم الاء اللام هو هنا فوق الاء. بقى تسوي صاروخ وتفه؟ لا اقرا الوا الوائلي. احسنت. الشيخ احمد الوائلي رحمه الله على روحه. الوائلي الشيخ احمد الوائلي مو بس شيخ، ايه مدرسه صح. المحاضره من تشوف عباقري لكتاب مثقف من جميع الاطياف كلها تحبه، جميع الاطياف معتدل، هو رجل يعني معتدل. الف رحمه على روحه، انسان معتدل، تعلمنا هواي من عده وتعلمنا عميد المنبر الحسيني هواي من من مجالسه صح، والحمد لله والشكر عندنا هيك يعني عندنا هيك ناس علمتنا على اشياء كنا ما نعرفها. تربينا عليهم وعلى اصواتهم، واخذت 80 درجة رزاق احمد حتى ما انسى. ليش 80؟ هسه مو طيتك هذا، لازم تعطيني 100 درجة على 80 ترى. عليك الوائلي تعطيني 100. اجتك 100. رزاق احمد 90 وما حد ماخذ 100. حلفتك بالعزيز. ها؟ حلفتك بالعزيز. هذا هو جاي 100، رزاق احمد 100. والضيف اللي ياخذ 100 يبوس. حلو حلو. والضيف اللي راح ياخذ 100 مثلك راح تلعبون مقارب وبالقفله يكون هو بنهايه الحلقه. بس هذا الاسم اقدر احتفظ به. تحتفظ به لك، وراح اعطيك حتى الاسم التكمله اللي ما انطيتك اياه. يعني احتفظ به يعني الي البيت. اي خذهن انا مطين كلهن. هذا هو 100 تبشر. بعد هذا عدي يسوى الدنيا كلها. والله العظيم احتفظ به. الشيخ الوائلي شخصيه محترمه، الرحمه والخلود لهذه الشخصيه. رزاق احمد كنت ضيف رائع ومهم واستمتعنا حقيقه. شو رايك بالبرنامج؟ انا اول شيء صراحه كنت اليوم كان اليوم مزعج عدي اليوم. ليش؟ شويه تعرفون مشاكل والطرق وكذا منزعج. جيت هنا استرخيت. حلو. فرفشت. حلو شرفتنا. ضحكت يعني انسألت اسئله حلوه. في دول عينك. واشكركم على هذا البرنامج لان برنامج حديث ماكو اسئله مطروقه. الحمد لله. شنو 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 بداياتك وشنو كذا وانت شلون تصير هيك؟ لا اكو اكو اسئله. حتى نبتعد عن الخصوصيه حتى اسئله صعبه. ايه صح. الحمد لله انا جاوبت عليها. طبعا وجه التحيه للمعد اياد فاضل عباس. شكرا استاذ فاضل على هاي الاعداد، وانت دائما قلمك حلو ربي يحفظك. وهو اخو باشا معدل. وانت يا رسلان في دول عمرك ربي يوفقك وينجحك. الله يوفقك في دول عمرك. وان شاء الله انا يعني متفائل بك انه تصير لو اعلامي عربي يا رب. ممثل اول يا رب يا رب، هذا يطمح اليه يا رب. لو اعلامي عربي انا متفائل بيك في دول عينك، يعني لو مو الا يعني مو الا انا صديق ودافع عليك في دول وجهك. لو اعلامي عربي خطر في دول عمرك لان كامل المواصفات في دول وجهك شهاده. لو ممثل نمبر 1 يا رب. ان شاء الله يا رب التوفيق اليك وللجميع. واشكر الجنود والاوفياء اللي خلف الكواليس، والمخرج سعد رحيم اللي خلف مكسر القياده، واشكر نجمنا وفناننا وحبيبنا واخونا ابو ادم. بوسات لك والادم وسلمنا على العائله، والله يحفظكم يا رب. اخوكم انا اخوكم اخونا وحبيبنا والله. والشكر موصول لكم وحبة المشاهدين على حسن المشاهده. نلتقيكم في حلقه اخرى، حتى ذلك الحين في امان الله.